السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بتناول كيف نعمل كليب للبيس ماب. يعني شنو أقصد به؟ أنا اليوم عندي لمنطقة دراسة معينة شيب فايل معين، أريد أبين مثلا فت خاصية معينة، أضيف أي خاصية معينة، كأن يكون مثلا أريد أبين الريتش والمثلا نقاط الاستيشنات عليه مثلا، طبعا لا على التعيين، مو شرط اي شغله، يعني اني اريد ابينها اليوم. كأن اكون اريد ابين البيزن، بينت البيزن اني هنا، او احتاجيت ابين بعد مثلا الريتش. بينت البيج، اي خيار اني اريد امثله او ابينه، هذا الخيار الريج. خلي اروح اغير اللون حتى يكون واضح اكثر، ازيد السموك اليه. انا اليوم ظهرت الريج لمنطقة دراسة معينة واحتاجيت ابين مثلا الستيشنات، انزل الستيشنات الخاصة بمنطقة الدراسة مثلا، كأن يكون ستيشنات الوذر ستيشن او مثلا الديسشارج ستيشن، اي شيء تبينت هنا على منطقة الدراسة حسب النقاط المعينة. انا شو احتاجيت؟ احتاجيت انزل البيس ماب وياها، اللي هي هاي طبقة البيس ماب، عرفنا منين نفعلها، منا نضيف اد بيس ماب، تنضاف للبيس ماب، اختار اي خيار اني يعجبني وهاي تكون مفعلة. هسه تلقائيا انا بس اقولها للبيس ماب انه الخيار الاول تختفي التسميات مالتها، اروح على الخيار الثاني تختفي البيس ماب اصلا، تبقى بس الاسماء. فهاي منا افعل البيس ماب من ايضا اد. نرجع الى هسه اريد اسوي لها اقتطاع، اقتطع البيس ماب. شنو اسوي؟ اروح على هذا الخيار اللي هو فيو داتا فريم بروبرتيز، اروح على هذا الخيار اللي هو داتا فريم، هذا الخيار داتا فريم، من داتا فريم بروبرتيز على داتا فريم. شنو اسوي؟ طبعا الاكستنت اقول له اوتوماتيك، اوكي ماكو مشكله. اروح لهنا انا اعطي، يقول لي الكليب اوبشن، هل انه اقطع لك او لا؟ اقول له نعم، كليب تو شيب، اقطع لي اياها على اساس الشيب فايل هذا الموجود اللي هو خاص بمنطقه الدراسه. يقول لي سبيسيفاي الشيب، بين لي اياه. شو اختار؟ الخيار الثاني، وين الشيب؟ هذا الشيب البوليجون، على اساس الشيب راح اقطعاني، مو صح؟ هسه ورا ما بينا انه هذا على اساس الشيب راح يقطع، اقول له اوكي. بعد ذلك بعد هذا الخيار اختار اوكي، هاي اقتطعت على اساس الشيب فايل. هاي كلش مهمة ونحتاجها ايضا، يعني بعض الخرائط حتى اسوي لها اظهار او لاي اوت بصورة نهائية نحتاج انه البيس ما بيكون بيها موجود. فهاي افضل طريقة انه اني اقدر اسوي استقطاع للبيس ماب. طبعا اكو طرق ثانية بس ليش الطرق شفتها انا صعبة وتطول، لكن هاي الطريقة جدا بسيطة وبخطوتين تتم عملية استقطاع للبيس ماب. واذا رجعت على خيارات الارك جي اي اس راح تكون الخيارات شوية اصعب، انه كليب واحول البيس ماب الى شيب فايل، وبعد يعني راح تكون الطريق جدا طويل. هذا الطريق الاسهل لتحويل البيس ماب، او اسوي عملية كليب استقطاع او انترسكت للبيس ماب على اساس شيب فايل منطقة الدراسة. ان شاء الله اتمنى تكونوا استفادتوا من هذه المحاضرة، واذا عندكم اي استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات. التقيكم بمحاضرة قادمة، دمتم بامان الله وحفظه.